السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة القنيطرة المدينة، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. إذا وصلنا للموقع الأثري ديال تاموسيدا. أدعوكم لمشاهدة الفيديو السابق اللي ورينا فيه المسار ديال الطريق من الإرشاد حتى تاموسيدا مرورا عبر الفوارات ودوار النخاخصة والبابدة. هذيك هي الطريق المختصرة. إذا خليكم مع الفيديو، أتمنى أنه يعجبكم، لا تنسوش أنكم ديما تدعمونا بلايك وتعليق، والسلام عليكم ورحمة الله. اذا وصلنا للموقع الاثري تاموسيدا، ومزيان داروا ليها الصور، ولكن ما عرفوا واش غادي يمكن لينا ندخلوا ولا لا. اذا حنا في موقع تاموسيدا. الاثار الرومانية، اذا الاطلالة الرومانية لتاموسيدا. دابا كنتمشى فوق قصر عمره اكثر من 1500 سنه. لهي في هذيك الجهه كاين واحد اللوحه قديمه، هي لوحه رومانيه مكتوبه باللغه اللاتينيه، ولكن للاسف صعيب باش نوصل ليها مع الشوك، هذا الشيء صعيب. اذا كما تلاحظون يعني مع تواجد الاشواك من الصعب التنقل في الموقع، لهذا غادي نحط لكم واحد المشاهد خديتها سنوات هذه من الموقع. كان فصل، كان في بداية فصل الربيع على ما أعتقد. هذه أهم قطعة موجودة في الموقع، قطعة مكتوب فيها باللغة اللاتينية، استطعت أني نقرأ فيها جوج كلمات. باناسوس فيتيرون، باناسوس باعتبار أن هذا الموقع تابع لموقع باناسا الأثري الروماني.
إذن إلا ونصلوا لنهاية هذا الفيديو، أتمنى أنه يعجبكم وكان مفيد لكم. في الفيديو القادم إن شاء الله غادي نتخذوا طريق العودة إلى مدينة القنيطرة عبر الطريق الوطنية. هكذا الناس اللي باغيين يجيو لهنايا باستعمال السيارات ديالهم غادي يعرفوا الطريق. إلى الفيديو القادم إن شاء الله.